ما كان الخصامات خصها ما تتجاوز 3 ايام 4 ايام، واحد الفتره صغيره والانسان يخلي الماء فين يجري. انا كنقول اللي ما عندوش عائله ما عندوش توازن في حياته. وثقي بيا، حنا كفنانين في كثير من الاحيان كنديروا اشياء ربما تقلق ولا كنسمعوا اشياء تقلقنا، ولكن ما كترجع للاسره ديالك كتحس بالتوازن ديالك، لانهم كيحبوك وكيعطيوك الامل في غدا وكيقول لك ولا عليك حنا مدعمين لك. لذلك الانسان وحنا داخلين على شهر رمضان نقول لهم يصفوا ماشي غير الذات ديالهم، يصفوا القلوب ديالهم ويتصالحوا. والله الانسان اللي كيتصالح مع الاخر كيحس براسو سما وطلع وكيحس براسو مرتاح. فشكون اللي فينا اللي ما يبغيش يكون مرتاح؟